نعم أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة الحقيقة الدولية، نحن اليوم معكم من محافظة جرش، الحضارة والتاريخ جرش، السياحة جرش، المياه، لكن هناك مشاكل تعاني منها أصحاب هذه المنطقة أو سكان هذه المنطقة. وللمزيد من الضوء وإلقاء الضوء على هذه المشاكل بدنا نتحدث مع الأخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفنا عن نفسك وهي المشكلة اللي عندكم. حسن أبو صالحة، سكان محافظة جرش، منطقة الشواهد. احنا بنعاني من سوء الطريق اللي بتؤدي الى قطع اراضينا، مع العلم انه موجود في مناطق مخصصه للاسكانات، فيها ثلاث اسكانات: اسكان ابن الهيثم، اسكان المهندسين، واسكان المهندسين الزراعيين. وهذه القطع لغايه الان فارغه من اكثر من سنوات بسبب سوء الطريق وعدم وجود الخدمات في هذه المنطقه. الاسكانات لمين تابعه؟ لوزاره الزراعه او وزاره الاسكانات؟ في اسكان منهم تابع لجمعيه مربين الابقار اللي هو المنظمه التعاونيه، والاسكان الثاني للاسكان المهندسين، والاسكان الثالث اسكان المهندسين الزراعيين. ولا واحد عمر بهذه انا شفت بيت واحد. ثلاث بيوت بالمنطقه فقط لا غير، مهجورات بسبب سوء الطريق. شكرا، يعطيك العافيه. ايضا معنا مواطن اخر يعاني من الطريق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عرفنا على نفسك وشو هي المشكله اللي بتعاني منها انت؟ احمد السيبراني، سكان خربه الشواهد. احنا بنعاني من الاطفال، اولادنا بطلوا الباصات بمدرسه البوصله الروضه، بطلوا ايش يجي ياخذوهم. وبعدين بنعاني كمان من مشكله المياه، فيش عندنا مياه، تنك المي بنجيبه ب 20 دينار والبير بعيد عننا 400 متر، يعني يطلعونا مياه. واشتكينا للوزير عن الطريق هاي قبل اشهر. مشكله المياه، شو هي مشكله المياه عندكم؟ مشكله المياه فيش عندنا ميه، احنا 12 بيت تونا فيش عندنا ميه. طيب انتم خارج التنظيم؟ خارج التنظيم وداخل البرديه. نعم، خارج التنظيم وداخل حدود البلدية. شكرا لك، يعطيك العافية. أيضا معنا مواطن آخر. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. وعليكم السلام. شو المشكلة يا أخي بتعانون من هون بعد ما تعرفنا على نفسك؟ طبعا محمود الطيطي من منطقة الشواهد مخيم سوف. بنعاني من الطريق كثير بسبب كثرة المطبات والجوار فيها والحفر، وكسرت السيارات، مش ملحقين تصليع السيارات. وراجعنا البلدية قالوا هاي مش تابعة للبلدية، تابعة للأشغال، وقدمنا عريضة ووقعنا عليها وقدمنا أهل الأشغال، وقالوا الأشغال الطريق هذه اللي أصلا أنتوا فيها مش مرسمة، حدودها خارج الطريق، معظم الطريق خارج الطريق. فبقلنا له من الحل، قالوا عن الموازنة الجديدة. هاي ترجم لي معظم الطريق خارج الطريق كيف؟ هذه الطريق الآن المساحة اعتمدوا مساحة الأراضي، مساحة الكهرباء عليها. وين عمود كهرباء ماشي؟ هذه حدود الطريق، يعني الطريق هاي في أراضي مملوكة. وعدونا وصار 20 سنة ما سمى الطريق ولا حياة لم تنادي. نعم. والمي ما فيش عندنا مي، نشتري تنكات مي بالأجار. يعني ما عندكوش عدادات مياه نهائيا؟ نهائي نهائي. أي نعم. كونكم خارج التنظيم؟ خارج التنظيم. طيب رجعتم سلطة المياه؟ رجعنا سلطة المياه ورجعنا البلدية وزارة الأشغال وما حدا مساوي فائدة. شو بيقولوا سلطة المياه؟ بقول لك على الميزانية وكذب بكذب. وقدمنا 100 شكوى و1000 شكوى. نعم. وما فيش، ما في فايدة، ما في فايدة. ولا طلبوا منكم مثلا انه ولا لا حياة لك منادي ابدا، ويضحكوا على العالم. شكرا لك. اعزائي المشاهدين، استمعنا واياكم من هؤلاء المواطنين، المواطنين الذين يقطنون هذه المنطقة. لا يوجد طريق سالك، أنا أعتبر هذا الطريق مدمر يا أخوان، يعني لا أستطيع أن أقول عنه متهالك، أعتبره مدمر. أيضا لا يوجد مياه لأن المنطقة خارج التنظيم، كما استمعنا من أحد الأخوان أنه إذا راجع البلدية فيقول البلدية هذه للأشغال، وإذا راجع الأشغال يقول لك على الميزان الجاي. كنا معكم الحقيقة الدولية، عيسى مقابلة، منطقة الشواهد.